مشاهدينا اهلا بكم، احنا دائما في قلب الحدث وبالضبط فعاليات افتتاح مهرجان تطوان الدولي للفيلم بدورته 21، بقوا معنا. انطلقت الدورة 21 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط الذي تنظمه جمعية أصدقاء السينما، حيث يتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان 13 فيلما سينمائيا. طبعا كل دورة تختلف بالمواضيع، بالنقاشات، بأفلام. أفلام هذه الدورة يمكن أن أقول أنها أفلام جيدة، تم اختيارها بعناية، تمثل البحر الأبيض المتوسط. إنتاجات 2014 للبحر المتوسط تعرض لأول مرة بالمغرب، سيكون جمهور مدينة تطوان والمدعوين للمهرجان مناسبة كبيرة لمشاهدة هذه الأفلام. ميزة ثانية أن هناك نقاشات حول السينما والسمع البصري كندوة، بحيث أن المهرجان يريد أن يساهم في هذا النقاش العمومي، باعتبار أن السينما التلفزيون يمكن أن تلعب دورا كبيرا في التنمية السينمائية كما في الدول الأوروبية وفي الدول العربية. التلفزيون له دور كبير في التنمية السينمائية، في الإنتاج، في تطوير حركة الإنتاج السينمائي. أنه إدارة المهرجان تختارني لأني أكون عضو في لجنة تحكيم مهرجان بأهمية مهرجان تطوان، مهرجان من المهرجانات المهمة عربيا ومتوسطيا. أنا سبق لي المشاركة بأفلام لي في المهرجان وعارف قد إيه المنافسة قوية وعارف قد إيه مستوى الأفلام بيكون فنيا قوي، عشان كده أتمنى أن أنا أكون جدير بثقة إدارة المهرجان. المهرجان احتفى بفنانين مرموقين تركوا بصمتهم في عالم الفن كمحمد البستاوي، خالد صالح، وفاتن حمامة. وتم بالمناسبة تكريم الفنانة المغربية ثريا جبران ومنحها درع المهرجان تقديراً لعطاءاتها الفنية. أحبتي في السينما والحياة، أتوجه بالشكر والامتنان إلى منظمي مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. وبعد تقديم لجان التحكيم تم عرض فيلم الجزيرة الدنيا للمخرج الإسباني ألبرتو رودريغيز.